نتحدث عن يوم 18 من الحصار المطبق على المنظومة الصحية وعلى شمال قطاع غزة بشكل كامل. طبعا نشدنا من يوم أمس وقبل أمس، واليوم نناشد العالم بأنه كل مخزون مستشفى كمال عدوان أصبح صفري، يعني نتحدث عن لا وحدات لدم نستطيع أن نقدمها للمصابين والجرحى، ولا هناك مستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية عاجلة. بعض الطواقم الطبية الآن منها من استشهد ومنها من اعتقل ومنها من أصيب. يعني قبل قليل استقبلنا أحد زملاتنا شهيد الدكتور محمد غانم بينما كان يقدم الخدمة الإنسانية في أحد النقاط الطبية في أحد المناطق اللواء، وبالتالي يعني وضع كارثي بكل ما تعني الكلمة من معنى. ساعات قليلة قادمة إذا لم يكن فعلا هناك إسعاف لهذا الموقف سنكون أمام كارثة إنسانية، ستتحول المستشفى إلى مقابر جماعية. هناك أعداد كبيرة جدا من الجرحى، تقريبا كل ساعة نفقد منهم شهيد، من الجرحى يتحول الشهداء لعدم وجود إمكانيات مستلزمات أدوات والطواقم الطبية، منهم من اعتقل ومنهم من أصيب ومنهم من استشهد. طواقمنا الطبية ومركبات الإسعاف لا تستطيع أن تخلي الجرحى من شوارع طبعا بيتلاهيا. نتحدث عن المصابين، اللي بيستطيع يصل للمستشفى بيصل بيتقدم للخدمة، اللي ما بيستطيع يبقى في الشارع ويستشهد. هذا كل ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة.